معانا السيدة وزيرة الثقافة المصرية الفاضلة الدكتورة إيناس عبد الدايم. أهلا يا دكتورة، منورة الدنيا. أهلا بيكي، وكل سنة وانت طيبة، وكل سنة وأمهاتنا طيبين، وكل ستات مصر طيبين. كل سنة وحضرتك بخير ومنورة الدنيا. وخليني أسمع من حضرتك بقى وزارة الثقافة والدور الحالي لوزارة الثقافة، والحقيقة في مجهودات ملموسة الفترة اللي فاتت، لكن خلينا في إطار هذه الأزمة العالمية، حضرتك ممكن تقولي إيه للمصريين؟ هقول الحقيقة، هي طبعا هي أزمة عالمية فعلا، ولكن احنا الدولة كلها الحقيقة بتتحرك وبقوة جدا جدا، واحنا كوزارة الثقافة حاليا بنستثمر يعني هذا الوقت في ان احنا الحقيقة بنعمل صيانة لكل المواقع الثقافية اللي موجودة. تمام. ده ما يخص مواقعنا الثقافية ومسارحنا والسينمات الخاصة بينا، ولكن وزارة الثقافة اتحركت الحقيقة بمبادرة اعتقد ان هي هتكون يعني لها دور كبير وعظيم في المرحلة القادمة بإذن الله، ان شاء الله. وهي مبادرة خليك في البيت، الثقافة بين ايديك، وهي ان شاء الله هنبث فيها المحتوى الثقافي والفني بالكامل لوزارة الثقافة اونلاين، وهيكون على موقع وزارة الثقافة على قناة اليوتيوب الخاصة بينا بهذا الموقع، وأيضا هيكون على موقع دار الأوبرا المصرية. وبإذن الله المبادرة دي احنا هنبدأها من يوم الثلاثاء القادم، وهنبث فيها يوميا حفلات من دار الأوبرا، وطبعا على مدار تاريخ دار الأوبرا 30 سنة بكل الحفلات والأعمال العظيمة اللي الله. قدمت فيه بإذن الله هنقدمها، وأيضا هنستثمر استرجاع مهرجان الموسيقى العربية على مدار تاريخه كله تمام. بأعظم الحفلات اللي قدمت فيه، وهنبدأ يوم الثلاث بحفلة الحقيقة تم تقديمها في مصر من أسبوعين، والحفلة دي كانت ناجحة، وكانت بتقدم لأول مرة بتقنية الهولوجرام لذكرى أم كلثوم، ودي هتكون بداية حفلتنا، وده بناء طبعا على طلب كتير من جمهورنا، ويوميا هيكون في عروض مختلفة هنبث فيها باليهات عالمية، هنبث فيها أعمال الفرق المصرية، هنبث فيها الموسيقى العربية، الأوبرات، وفي برنامج هيعلن عنه يوميا يعني كأنه بالضبط ما يقدم في المسرح الكبير بإذن الله. تمام. ده ما يخص جزئية الأوبرا. تمام. ولكن الوزارة ككل الحقيقة مجتمعة بأن كلها فيها مشاركة عظيمة جدا. أيضا احنا هنستثمر هذه المرحلة ونقول برضو للمصريين خليك في البيت، هنقدم لهم أعظم المسرحيات اللي قدمت على المسرح القومي بإذن الله، منها أهلا يا بكوات وعدة مسرحيات أخرى هيتم تقديمها أيضا على موقع الوزارة. أيضا هنقدم بعض العروض للبيت الفني للمسرح، وأيضا عروض الفنان خالد جلال قهوة سادة وسلم نفسك، ومجموعة عروض أيضا كلها هيكون لها تواريخ محددة بإذن الله، وهتعلن مع البرنامج وهيتم تقديمها. تمام. ما الكتب يخص بقى الكتاب، معالي الوزيرة. ما يخص الكتاب الحقيقة الهيئة العامة للكتاب أيضا على الموقع الخاص بالمعرض، لأن طبعا في موقع عظيم جدا تم عمله السنة دي كان خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أيضا هيتم عرض الكتب عليه، وفي خلال اليومين اللي جايين دول، ومجموعة كبيرة جدا جدا ما بين الحقيقة هتكون ما بين كتب، ما بين مجلات، ما بين أيضا تاريخ المعرض وأهم الأحداث اللي تمت فيه على مدار الخمسين سنة اللي فاتت. طبعا عايز أقول لحضرتك إن إحنا بنمتلك ثروة كبيرة جدا من تاريخ عظيم لمثقفين مصر كلهم، إذا كان بالنسبة للكتاب، إذا كان لصنونات ثقافية قدمت قبل كده من خلال هذا المعرض، وأيضا من خلال هيئات الوزارة المختلفة. تمام. طيب أنا عندي أكتر من نقطة كده أسأل حضرتك فيهم سيادة الوزيرة. اتفضل. الشق الخاص، وإحنا بنتكلم عن الإتاحة الإلكترونية لهذه الثروات، عندنا فكرة المجانية، متاحة هذه الكتب بشكل مجاني، اللي هيدخل يقرأ من غير ما يدفع فلوس. يا فندم كله مجاني. تمام. كل بنأكد ما عليها سوف بس. يقدم، لا طبعا كل ما سوف يقدم هو مجان طبعا. طبعا، وهي دي ده اهداء وزارة الثقافة للمرحلة اللي احنا بنمر بيها كلنا، ويعني اتحدنا كلنا جميعا مع بعض عشان نبقى في البيت، ده دورنا الحقيقة. فلا طبعا كله مجانا. تمام. بالنسبة على موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب، ما يخص الكتب. ايوه بالظبط كده. تمام. باقي الحاجات موجودة على موقع الوزارة وعلى موقع قناة الوزارة الوزارة على اليوتيوب.
اليوتيوب وايضا موقع دار الاوبرا المصريه. تمام. طيب يعني خليني اسال حضرتك معالي الوزيره الابعاد الخاصه بقى بالمحافظات، هل في مثلا حاجات توعيه خاصه بقصور الثقافه او بالانشطه الخاصه بالهيئه العامه للكتاب او المكتبات او غيره على صفحاتهم على السوشيال ميديا في اطار ان احنا بنتكلم في الاتاحه الالكترونيه؟ اتمنى. طبعا طبعا اتمنى. وعلى فكره طبعا هذا الموقع ايضا، بس كده انا لم اذكر بقيه الهيئات الوزاره كلها، لكن هي مشاركه من جميع من اصول الثقافه. وفي نقطه مهمه جدا احب جدا ان انا اوضحها ايضا كمان، لان هيكون في افلام تسجيليه، اهم الافلام التسجيليه القصيره ايضا هيتم عرضها. وكمان هيكون الحقيقه الفنون التشكيليه، هنقدم زيارات للمتاحف المصريه بالكنوز اللي موجوده فيها من خلال بانوراما، زياره كامله هتكون متاحه ايضا على الاونلاين باذن الله. تمام. ولكن عايزه اقول ان يعني كل قطاعات الوزاره الحقيقه هتكون مشاركه فيها. وعلى فكره كل موقع عليه كل اللي احنا بنتكلم عليه ده، يعني هينزل على كل المواقع باذن الله. تمام. طيب معالي الوزيره، يعني هذه الخطوات اللي بتتخذوها في اطار مشروع الدوله حاليا، عايزه احط الموضوع في اطار فكره انه الدوله المصريه بكامل اتجاهاتها، النشاط الصحي والنشاط الامني وغيره، ان ده في اطار النشاط العام للدوله المصريه والرؤيه الخاصه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار التوجيهات في هذه الازمه. لا نتكلم عن فكره بقى، هل تم عرض هذه المبادرات الخاصه بالاتاحه الالكترونيه او اليومين اللي فاتوا في لقاءات معينه، في معلومات معينه ممكن حضرتك تديها لنا؟ طبعا اعتقد يعني كل متابع بكل الاجتماعات الكثيره اللي بتتم في المرحله الاخيره، ويعني كل وزاره بتحاول تبذل اكثر مجهود ليها، واحنا اتحركنا بناء طبعا على موافقات محدده ومعينه ان احنا بالعمل اللي احنا بنقوم بيه النهارده وزاره الثقافه. تمام. انا بشكر حضرتك معالي الوزيره، شكرا جزيلا، وحضرتك نورتينا في المساء مع قصوى.